تظلم غلطه محببه. ده منظر تدخله في الفيلا بتاعتي. الله، ده خلقه ربنا. ما تعرضيش، ده هيذلنا علشان المائيه ولا ايه؟ متبطن بتقول ايه؟ ولا حاجه بيه، بقول انا راجل صاحب عيال يعني ملوش لزوم. يبقى لازم تصحصح معايا. انت عارف احنا دلوقتي في موسم البنات، البنات الغلابه اللي بيجوا من البلاد التانيه علشان يخشوا جامعه اسكندريه. مظبوط؟ مظبوط. مساكين ما لهمش حد في البلد دي، واجب علينا نحافظ عليهم من رزاله الشبان المستهترين. ربنا يكون في عونك. تفتكر بقى ان انا اسيب شركتي واجري وراهم في الشارع عشان احميهم واحده واحده؟ لا لا، ما عندكش وقت طبعا. شفت؟ خد. انا بقى السنه دي حولت فيلتي الى بيت ليهم علشان اجمعهم عندي هنا وابعدهم عن المخاطر. حنين بشكل، وكمان بقيت تشرب فراوله. كل الوجه الله. هو في حد بياخد من الدنيا دي غير عمله الطيب؟ طب ليه رفضت البيت قريبة برج القاهرة دي؟ عشان وحشة. نعم؟ قصدي اللي تبقى وحشة كده لازم أخلاقها تبقى وحشة. أنا خايف على البنات منها. أنت عارف هنا أهم حاجة عندنا الفضيلة. الفضيلة؟ بركاتك بركاتك. تعالى دلوقتي نراجع على أوض الزغاليل. الزغاليل؟ قصدي التلميذات النجيبات اللي سجنوا هنا لغاية دلوقتي. تعالى. اتفضل. اتفضل. ضربة الحمار مسرح ما يقول لك صاحبه. ما تبطلش. حاضر. ما تنساش تبقى تعالى اليافطة دي. من هنا وطالع فيلا عاشق قمر هيبقى اسمها دار النجاح.